أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع التداعيات إنسانيا وأمنيا وخلال استقباله السناتور لانسي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع فضلا عن انعكاساتها على الامن الاقليمي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينزي جراهام زعيم الاقليه الجمهوريه باللجنه الفرعيه لاعتمادات العمليات الخارجيه بمجلس الشيوخ الامريكي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السناتور جراهام أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة فضلا عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميا وعالميا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها لكونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي منوها بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة ومثمنة الاعباء التي تتحملها مصر لانفاذ المساعدات الاغاثيه واضاف المتحدث الرسمي ان السنتر جرام حرص على الاستماع لرؤيه السيد الرئيس حول سبل حل الازمه في قطاع غزه حيث اكد السيد الرئيس في هذا الصدد اهميه تكاتف الجهود الدوليه لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها انسانيا وامنيا محذرا من خطوره استمرار العمليات العسكريه الاسرائيليه في مدينه رفح الفلسطينيه وما يرتبط بها من تفاقم الكارثه الانسانيه التي يعاني منها اهل القطاع فضلا عن انعكاساتها على الامن الاقليمي ومؤكدا ضروره انخراط كافه الاطراف بجديه للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين لكونه المسار الامثل لضمان العدل والامن المستدام بالمنطقه